لو سمحتوا في حدا هون؟ في حدا عم يسمعني؟ يا عمري ما عم صدق حالي حبيبتي ضحكت علي متضايقة مني؟ امتى رجعت؟ من أول الأسبوع من أول الأسبوع وأنت هون؟ يا حرام عليك ليش ما خبرتني شو لئيم؟ يا عن جد لئيم كتير اشتقت لك كتير ليش ما قلت لي انك رجعت بكير؟ كنتي بالرحلة كنت لقيت لي حجة وجيت مشان هيك ما خبرتك لازم ما نخلي حدا يحس علينا ماما صار لها أسبوع مو هون وجاي اليوم المساء وإذا ما هي مفكرتني بأميركا رح ضل هون لبين ما تبلش الجامعة وبعدين برجع على البلد بهاي الفترة منلتقي بكل راحة قد هي الفترة اللي مستأجر فيها هاد البيت؟ لقلنا قد ما بدنا يعني على طول بدي اشوفك بالسر؟ هذا الشيء اللي عم بتخطط له؟ بس بهي الفترة حبيبتي بترجاكي لا تستعجلي لأنه أنا كتير بدي إياكي ما قدرت أصبر هنيك عيني ما شافت حدا حاجتك كذب بقى ما فكرت بحدا غيرك انتي انتي ليلي ونهاري قدي كان صعب غيابك علي ما صار شي بيني وبين عدنان من بعد ما انتفت بحياتي يعني بعد هديك الليلة ما عطقت عدنان تعرفي ما عم اتحملكن قاعدين مع بعض وانا ما بقى فيني لاقي حجة قدامه لازم نعمل شي بسرعة بعرف تنحل Thank you.